خلص حاحكي. بحكي؟ بنتكلم على التغيير، كل ما نقعد نقول لازم نتغير، البلد بيتغير، انا لازم اتغير، لازم الشركه عندي تتغير، لازم كله يتغير. والناس بيقولوا عايزين نتغير، طب نتغير ازاي؟ ايه الاليات نغير ازاي؟ يقول لك يا عم اتغير من نفسك، طب غير من نفسي ازاي؟ طب عايزين نغير المؤسسه نغيرها ازاي؟ انا النهارده هتكلم في الخمس دقايق دول، هتكلم على ازاي، عايز احاول بسرعه ارد على كلمه ازاي بتاعي. تعال نفكر كده مع بعض، كام تغيير حصل قبل كده وحاولت تتغير فيه وفشل. طب فشل ليه؟ لانه بيبدا الاول برغبه وبعدين بتفضى تاني، عايز تخش بسرعه في حاجه بعدين بتفضى تاني، فالرغبه دي واضح ان هي اتس فولس، مش حاجه فيك، مش حاجه انت عارف تمسكها في ايدك. لا، انا عايز اكلمكم النهارده على موديل تاني. الموديل اللي عايز اتكلم عليه اسمه ادكر موديل. ادكر موديل ADKAR. اول A في الموديل بتاعنا اسمه awareness. ال A stand for awareness، ان يبقى عندك awareness باللي انت عايز تغير ليه، عندك awareness بالسكوب بتاع التغيير، حجم التغيير، وايه انا لو ما اتغيرتش هيحصل ايه. ففي awareness، في حراك معين، بس الحراك ده الغرض منه مش هقف هنا، الغرض منه ان نطلع من ال A وانزل لليفل نمبر 2. الليفل نمبر 2 هو desire، الرغبة. هتلاقي الرغبة مختلفة من شخص لآخر، لكن انت تعرضت الاويرنس مسج منه معينة فنتج عنك الرغبة. الرغبة دي بيسموها اتس فاير ان ذا بالي، عندك حاجة ما بتنامكش بالليل. نفس القصة كده، لو انت حبيت تغير على المستوى الفردي لازم تعرف بالظبط هتغير ليه، طب ولو ما تغيرش يحصل ايه. طب وبعد ما يحصل هذا الكلام من شوية في الاويرنس لازم تنقل الى الديزاير. الديزاير ده رغبتك في التغيير، هل هي رغبة حقيقية ام رغبة فيك او وقتية، او نظرا انت بتحيط نفسك بشوية ناس بيعملوا حاجة معينة فقلت فيها ديزاير اند ذاتس ات. الكي هي النوليدج، ده المكان اللي بتجيب فيه معلومات. لو ما عندكش ديزاير كافله لو يعني كفايه هتقع في موضوع النولج، هتبدا حاجات وتقع، هتبدا دراسات وتقع مش هتكمل، وهتبدا دراسات مش عارف انت بتعملها ليه، وهتنتهي معاك ان انت مش عارف توصل ليه. طب وبعد كده خلاص الاي والدي والكي، ايه تاني في المودل؟ الادكر اي دي كي، فاضل اي. الاي هي الابيليتيز، الابيليتيز هي قدرات الاشخاص، قدرات المؤسسات، ودي بتختلف من واحد لتاني، لازم انت عارف بالظبط قدراتي فين. واحد عنده قدرة على التحليل والقراءة فبيقرأ من البرامج المرشحين وينفست فيها بالليل ويطلع سكريبت ويعمل برزنتيشن، واحد تاني عنده قدرة على الإقناع فبياخد الكلام ده ويقنع بها الآخرين، وهي دي منظومة العمل الجماعي. ولازم تبقى انت عندك، انت عارف بالظبط انا قدرتي تركب فين، لازم تبقى انت عارف بالظبط انا امكانياتي اعرف اسخرها ازاي. ولو مش عارف، لو ليفل جونيور مش عارف، فانت بتشتغل مع قائد عارف امكانياتك وبيعرف يقول لك والله ممكن منظومة العمل الجماعي تشتغل بالمنظر ده. هي دي مرحلة الابيليتيز بتاعة الاشخاص والمؤسسات والاورجانيزيشن والدول. ونيجي في اخر حاجه هي اذكر، اخر حاجه الار. الار هنا حاجتين، يا اما الريزلتس النتيجه، ولكن الحاجه المهمه جدا هي الري انفورسمنت، تثبيت اللي بيحصل ده. فاحنا هندعم العمليه، عمليه التغيير دي، حصل عمليه تغيير، عايزين يبقى عندنا اساليب اخرى ثبتنا التغيير ده عشان ننطلق الى تغيير اخرى وننطلق الى مصر ثانيه وننطلق الى بني ادمين. لو انت عايز تغير تطلع لقدام بالمنظر ده. فكر بقى كده، حياتك مش وان اذكر ومصر مش وان اذكر، هي مجموعة اذكر مودلز مع بعضينا، بتخلص واحد بتخش على التاني، الاذكر جنب الاذكر عشان تطلع انت الفيجن بتاعك.